أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن كما هو المعتاد بعد أبرز العناوين نقرأ من الهيئة: مسلحون يستهدفون نقطة للشرطة الحكومية شمالية شرقي بعقوبة. ماذا نقرأ؟ أكثر من مليون نازح سقطوا من حسابات الحكومة، أسماؤهم خارج المخيمات وبيوتهم مدمرة. في موقع كتابات: متظاهرو الاحتجاجات في إيران يموتون تحت التعذيب. في الجزيرة نت: تركيا تواصل تعزيزاتها ومدفعياتها تقصف عفرين. أما في العربي الجديد: تقارب بغداد وأنقرة مهدد بسبب القوات التركية في بعشيقة. إلى القدس العربي: رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان يعلن ترشحه رسميا في انتخابات الرئاسة المصرية. وأخيرا في الحياة: القوى السنية العراقية تلوح بمقاطعة الانتخابات. بدأت في وقت مبكر استعدادات نشيطة لبعض الشخصيات للتهيئة للانتخابات المقبلة بالاستعانة بملايين الدولارات المدفوعة من الخارج والداخل في محاولة لتغيير الخارطة السياسية في العراق إرضاء لأعداء العراق ومن لف لفهم. وهذا الكلام ليس ادعاء أو أفكارا من محض الخيال، وإنما هي حقائق يسمع عنها حتى الأعمى الذي لا يرى صالات ومطاعم الهبيط الكبرى في فنادق ونوادي الدرجة الأولى في بغداد وأماكن أخرى لا تحصى ولا تعد تقع خلف الكواليس تشمل المزارع والفلل والشقق الفارهة، تستعد منذ الآن لإقامة مآدب كبرى وليال حمراء على شرف شخصيات استطاعت أن تسرق مليارات الدولارات من خلال مواقعها في السلطة أو البرلمان. كل ذلك بحسب الكاتب فراس الغضبان الحمداني في موقع كتابات. والغريب في الأمر أن هذا الرهان ما زال مستمراً على هذه الخيول شبه النافقة وهي على حافة الموت وخرجت من السباق قبل الشروع، ولكنها ما زالت تقبض وتحلم وتتوهم برئاسة الوزراء، والآخرون أيضاً من أجانب وعرب ما زالوا يراهنون على هذه الخيول. ومن يراقب هذا المهرجان سيعتقد حتماً بأنه ليس لعبة ديمقراطية بل هو سيرك في الهواء الطلق. أبطاله معروفون لدى الشعب العراقي بتآمرهم وتطرفهم، وأسماء ليست لها كفاءة أو قدرة أو فكرة لبناء العراق الجديد، ولكن سر المراهنة عليها أنهم إمعات للأجندات الخارجية التي تشعر بالخوف من نهوض قوة وطنية حقيقية تقطع الطريق على الذين فشلوا في تحقيق حلم العراقيين. وآخرون يحلمون ليس بتحقيق الحلم الجماهيري بل لتحقيق أحلام شخصيات صدقت الكذبة واعتقدت بأنها تمتلك القدرة والعبقرية على إنقاذ البلاد. لكن المأساة أن هؤلاء المتبجحين هم أكثر فساداً من الذين تشير إليهم أصابع الاتهام. ولو أننا تأملنا السير الذاتية لهذه الشخصيات والشلال المنافقة الوصولية التي تملأ الفضائيات والقاعات لوجدناها أقل شأناً من النفايات التي يطرحها عامة الناس في مجاري البلاد. هذا هو مصدر المأساة: مليارات الدولارات في جيوب شخصيات فاشلة وموهومة يراهن على أن تكون بديلاً ليضمن دمار العراق وتحويله إلى دولة فاشلة. هددت القوى الداعمة لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 6 أشهر التحالف الوطني بالانسحاب من كل الجلسات التي تعرض فيها المواعيد التي اقترحتها الحكومة لإجراء الانتخابات في أيار المقبل، مؤكدة أن حسم التوقيتات الانتخابية المطروحة سيكون عبر آلية التصويت السري. التحالف الشيعي جدد رفضه لعرض المصادقة على مواعيد الانتخابات عبر الاقتراع السري،
تقرير للمدى عن إمكانية تأجيل الانتخابات. ويقول النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد نور العبد ربه للمدى: سنلجأ إلى أسلوب كسر النصاب في كل جلسة تعرض فيها التوقيتات التي حددتها الحكومة لإجراء الانتخابات. ويضيف العبد ربه إن اتحاد القوى العراقية وائتلاف الوطنية والتحالف الكردستاني والأقليات وبعض النواب الآخرين سينسحبون من الجلسة في حال أصر التحالف الوطني على حسم المصادقة على مواعيد الانتخابات بالتصويت العلني. وتقدم تحالف القوى العراقية بمقترحين إلى رئاسة البرلمان: الأول يقضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية بمدة لا تقل عن سنة لإفساح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية لإكمال الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء مع تمديد عمل مجلس النواب، في حين يتحدث المقترح الثاني عن عدم شمول المحافظات التي احتلتها تنظيمات داعش في حال إجراء الانتخابات بالمواعيد المحددة واقتصار إجرائها في المحافظات الأخرى. تنقل الصحيفة أن اتحاد القوى العراقية لا يمانع من إجراء الانتخابات خلال المدد التي حددتها الحكومة شريطة التزامها بعودة النازحين ونزع السلاح من كل الفصائل وحصره بيد الدولة وإعمار المدن التي دمرها الإرهاب، مبدئا تخوفه من محاولة بعض الأطراف المسلحة تهديد النازحين وإجبارهم على التصويت لصالحها. قرارات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تجاه إقليم كردستان، خصوصا رفضه أي بدء للتفاوض قبل التزام الإقليم بعدد من الشروط التعجيزية، قرارات لو نفذها الإقليم لأدت إلى تحطيم كل سلطة وخصوصية فيدرالية لعلاقته مع العاصمة المركزية حسب ما يرى الكاتب رستم محمود في مقال في صحيفة الحياة اللندنية. فالعبادي يذهب في قراراته إلى نوع محدث من المركزية السلطوية التقليدية، وإن الاحتفاظ بالفيدرالية شكلاً فهو عملياً يسعى إلى أن تتجاوز سلطة الحكم المركزية في علاقاتها مع الإقليم، أهم أساسين شيد عليهما العراق الجديد: ركن الشراكة بين القوميتين العربية والكردية اللتين حددهما الدستور كجماعتين تكوينيتين للمجتمع العراقي، وتجاوز مبدأ الديمقراطية التوافقية بين المكونات والجهويات العراقية والتي على أساسها يتم توزيع المناصب السيادية حتى الآن. لا تفعل القوى المركزية ذلك مع الطرف الكردي فحسب، فتهميشها وتحطيمها للقوى السنية الذي كان وما يزال مستمراً في كل القطاعات شكل عتبة لممارسة هذه السياسة تجاه الكرد. يضيف الكاتب: هذا التهميش المرفق بالهيمنة السلطوية يتطور ليصبح فعلا يوميا تجاه كل التنظيمات المدنية واليسارية القومية أصغر حجما، لتعود سلطة الحكم في العراق كما كانت تقليديا مختصرة ومحتكرة في شخص أو حزب واحد طافح للمركزية أو طامح للمركزية والسلطوية. أيضاً عن الانتخابات مشاهدين، كتب أمير المفرجي في صحيفة القدس العربي: لا شك في أن نتائج الانتخابات المقبلة ستحددها مواقف الدول المؤثرة على العراق، إذا أخذنا بعين الاعتبار أو الموقف الإيراني الذي يعتبر من أكثر العوامل تأثيراً بطبيعة التحالفات السياسية الشيعية في العراق في اختيار شكل النظام السياسي، حيث يأمل النظام الإيراني من خلال تأثير قاسم سليماني وبدعم حقيقي من خامنئي تبني اختيار شخصية لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، على الرغم من صعوبة تحقيق هذا الهدف بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الإيرانية. وعلى الرغم من عدم ثبات جدوى الانتخابات المقبلة في حال أزمات العراق مع بقاء وتبادل الوجوه والأدوار والمواقع نفسها، إلا أن الصراع والتهافت على القوى الإقليمية المسيطرة على البلد يشهد تصاعداً بين الشخصيات السياسية للحفاظ على هيمنتها على السلطة للمرحلة المقبلة،
غير مبالين بما ستؤول إليه حالة الصراع الأمريكي الإيراني وأثرها في قدرة النظام الإيراني على التمسك بمواقفه في العراق، ناهيك عما سيقرره الناخب العراقي بعد أن انكشف زيف السياسة الإيرانية وفشلها في إيران نفسها. وفي خضم هذه الثقافة الغريبة التي يعمل بها في العراق، ترجم أسلوب استحواذ الأحزاب الطائفية على المناخ الوطني وتحويله إلى فضاءات للدعاية السياسية الفئوية المرتبطة بمصالح الدول الإقليمية المارقة، مدى غياب الحس الوطني لزعماء هذه الأحزاب السياسية وفقدانهم للذاكرة فيما يتعلق بما حدث ويحدث في بلدنا منذ 2003 ولحد الآن نتيجة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية العراقية. في المقابل يرى كل من له بصيرة وطنية أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية لا يقل نفوذا في موضوع اختيار رئيس الحكومة المقبل في بغداد لاعتبارات شخصية وسياسية ترتبط بمستقبل استمرار التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط وسعي الإدارة الأمريكية الجديدة في سياستها لإضعاف النظام الثيوقراطي في إيران تمهيدا لإسقاطه من قبل المعارضة الإيرانية. هذا ما قد يدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة ترتيب حساباتها من جديد في العراق من خلال انتهاز فرصة الانتخابات. تلتقي معطيات واستنتاجات كثيرة متعلقة بالهجوم أخيرا على القوات الروسية في قاعدة حميم عند تقاطع أن العملية مكيدة من صنع الولايات المتحدة للقاع بين تركيا وروسيا، لكن تحريك قوات النظام السوري بالتنسيق مع موسكو وطهران جنوب إدلب والمتزامن مع هجوم حميميم لا يعرف أحد أسبابه وأهدافه. وإذا ما كانت هي المكيدة الحقيقية التي أعدتها موسكو وطهران لعزل تركيا وإبعادها عن واشنطن أكثر فأكثر وإضعف موقفها على خط إدلب عفرين ومحاصرتها بضرورة دعم مؤتمر سوتشي المرتقب خيارا وحيدا لا تملك غيره في علاقاتها مع الدول اللا ضامنة في مناطق خفض التصعيد حسب تحليل الكاتب سمير صالحة في مقالته في صحيفة العرب الجديد. نجحت واشنطن في العودة إلى المشهد السوري عن طريق الدعم العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، وستبحث عن الشريك الذي ستحاوره سياسياً في الملف السوري، ولن تجد أفضل من موسكو التي تملك أوراقاً وخيوطاً كثيرة في اللعبة. وعندما يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معقباً على هجوم حميميم إن موسكو وأنقرة لا تملكان كل وسائل السيطرة على الأرض في سوريا للحؤول دون وقوع خروق وهجمات في أماكن مختلفة، ما الذي تمهد له موسكو لتبرر مقولتها هذا؟ وبمن ستثق أنقرة وعلى من ستراهن لحماية مصالحها في سوريا؟ وفيما تعيدنا الهجمات التي يقودها النظام السوري في جنوب إدلب كما استهداف القوات الروسية في حميميم إلى المربع الأول هناك، فإن السؤال هو ما المقصود بذلك؟ وهل الهدف الحقيقي تبرير خطة تحرك بديل على الأرض في المنطقة توازن بين إطاحة جبهة النصرة وإخراج قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من عفرين في مقابل التزام أنقرة بدعم انعقاد مؤتمر سوتشي وقبول قراراته؟ توصل أنقرة منح واشنطن مزيداً من الفرص والوقت لتبديل رأيها في طريقة تعاملها مع الملف السوري، هي لا تثق تماماً بالشراكة الروسية الإيرانية بعد هجوم النظام السوري أخيراً في جنوب إدلب، لكنها لا تتراجع عن توجيه رسائل التصعيد مهما كان الثمن إن لم يتم الالتزام بالوعود التي تم قطعها لنا في منبج، عندها سننهي الأمر بأيدينا، لن يتجاوز الأمر الأسبوع كي يروا ماذا سنفعل، كل ذلك كما يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تسود خيبة الأمل في الدوائر الحاكمة في موسكو بعد عام على تمركز إدارة دونالد ترامب مع سقوط الرهان الروسي على شخص الرئيس ترامب لجهة حصول تغيير إيجابي في العلاقات الثنائية. على العكس من ذلك يبدو أن الاحتدام سيد الموقف مع هيمنة شبح روسيا جيت في الداخل الأمريكي،
ومع ما يشبه حربا باردة جديدة على مسارح تمتد من أوكرانيا إلى سوريا وشبه الجزيرة الكورية، حسب ما يرى الكاتب خطار أبو دياب في مقالة له بصحيفة العرب اللندنية. والآن بعد سنة من رئاسة ترامب يتضح أن سيد الكرملين لم يحصل على أي تنازلات كان يأمل أن يقوم بها نظيره الأمريكي. على النقيض من ذلك عاد قاموس الحرب الباردة إلى أدبيات الجانبين ضمن استراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي التي أعلنها الرئيس ترامب في ديسمبر 2017. تم تصنيف روسيا كمصدر تهديد، وورد في الوثيقة من خلال الأشكال المعاصرة من التكتيكات التخريبية تتدخل روسيا في الشؤون السياسية الداخلية للدول حول العالم ولمصالح واشنطن. والملفت اعتبار الصين وروسيا معا كغريمين يسعيان لتحدي سلطة الولايات المتحدة وتآكل أمنها ورخائها. وورد حرفيا في الوثيقة أن روسيا والصين عقدتا العزم على جعل الاقتصاد أقل حرية وعدلا وتنمية جيشهما والسيطرة على المعلومات لقمع مجتمعيهما ومد نطاق نفوذهما. إما لا شك فيه أن هذا التجاذب بين واشنطن وموسكو ومسار اختبار القوة بين الجانبين سيكونان حاسمين أو مؤثرين فيما يلي أزمات كبرى من الشرق الأوسط الملتهب من سوريا إلى الملف النووي الإيراني إلى الأزمة الكورية في الشرق الأقصى، وكل ذلك حسب الكاتب. كشفت دراسة إسبانية حديثة أن السيدات البدينات معرضات لخطر الإصابة بالسرطان 12 ضعفاً أكثر ممن يتمتعن بأوزان طبيعية. أجرى الدراسة باحثون بمعهد البحوث الطبية في مشفى ديلمار الإسباني، نشرت في العدد الأخير من دورية الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم. وعلى مستوى الرجال والنساء وجد الباحثون أن زيادة الوزن أو السمنة مرتبطة بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب بشكل عام. الباحثون وجدوا أيضاً أن السمنة لها تأثير أكبر في النساء، حيث يتسبب فرط الوزن في إصابة السيدات بالسرطان بمعدل 12 ضعفاً مقارنة بمن يتمتعن بأوزان طبيعية. الباحثون قالوا إن نتائج الدراسة مقلقة للغاية، من الضروري إيجاد استراتيجيات لتعزيز اتباع نظام غذائي صحي والقيام بنشاط بدني وفحص الأمراض ووضع سياسات وقائية تشمل جميع السكان من أجل المساعدة في الحد من انتشار السمنة. إلى الكاريكاتير مشاهدينا.
هذا ما كان في جعبتنا لهذا اليوم من صدى الأقلام، على أمل أن نلتقي بكم غدا في صدى أقلام جديد بإذن الله. في أمان الله ورعايته.